بدك تصبري علي شوي بموضوع الزواج. يعني أنا هلأ ظروفي لسه ما مساعدتني، وأنت لساتك طالبة بالمدرسة بس لبين ما تخلصي دراستك. أنا رح أستناك قد ما بدك، ورح ساعدك بأي شي بدك يا كمان. تساعديني؟ شو بدك تساعديني؟ رح أعمل أي شي لحتى خليك تبعد عن بسمة وتكون إلي. لك لسه بسمة 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 بسمة، لك شو صار لك أنت وبسمة؟ بسمة ما بتعنيني، ماني شايفة. بس فهمني، ليش كانت عندك بالبيت؟ من كتر ما ترجتني، وأنا ما بدي أمها تشوفها معي. يا مين حنا؟ ما بقى بتصدقيها لبسمة ولا بكلمة بتقلك يا عم، تفهمي؟ ما فيني ما صدقها لبسمة، ما بقدر. وليش بقى؟ حبيبي لأنه هي ما بتكذب علي مثلك. يعني أنا بكذب عليكي؟ حنان أنا بكذب عليكي؟ مو هيك، بس اسمع، صير أثبت لي، أثبت لي إنك أنت ما حتكذب علي، خليها هي بنفسها تجي لعندي وتقلي هذا الزلمة تركني منيح؟ لا مو منيح، وما رح أثبت لك شيء، الأيام هي بتورجيكي. أنا لازم أسحب له شوية مصاري من رصيدي ليامن، لازم، حرام يضل هيك. وعدته إني ساعده. لنشوف مين. ألو ألو، أهلين بسمة. ايه يا مين، انا جاي لعندك على البيت. لا اليوم ما بقدر بسمة. ليش؟ في حدا عندك بالبيت؟ لا انا مالي بالبيت، انا عند رفيقي ومالي فاضي، ما برجع للمسا. بس ما عم بقول لك مالي فاضي وعندي عالم كتير مهمين، اول ما بخلص بحكيك. طيب يلا ماشي، باي باي باي. لك انت لا تسمعي علي. ليك عم تحاكيني؟ أنا تضايقت منها لأنه عصصت الكتاب بالمدرسة إنها تغطي علي وأنا أهرب اليوم، مالي عرفانة إنه بدها تشوفك. هاي هي رفيقتك اللي كنتي عم تقولي لي إنه ما بتكذب عليكي ولا بكلمة، ليك عم كذبي عليكي. حبيبي أنا بصدقك أنت، بس هي هيك فجأة بتتصرف هيك، والله ما بتكذب علي بالعادة. مشكلتك هي حليها أنت ورفيقتك. إيه بس هاد ما بيعني إني بشك فيك وفيها، ماشي؟ ولك وشكي، شكي.